شكرا استاذ زياد، يسلموا كثير، فضلت على راسي. لا ولو اهلا وسهلا. ابقى اقول لابوك لما يفوت على بيوت العالم يحتشم له شوي. عيب. عفوا. انه في بنت قد بناته بالبيت ما حلوه. لا ترد. ايه؟ حياتك ما رح تغير لهالعاده. ياسمين شبك روينا ها؟ خلص سمعت اللي قلتيه ورح خبره. صدقتك. بلا، ليش انت سمعتني انا شو حكيت اول شيء؟ تفضلي عم اسمعك. طيب انت بتقبل؟ معقوله؟ انه عم بيعانق او يطبطب لها بنص البيت؟ ترضاها لاختك ولا لامك؟ لك يا ياسمين لا تخليني اعصبها. 100,000 مره قلت لك لا لي علاقه لا بابي ولا بامك، انا ما دخلني. ما دخلك ايه؟ لكن ليش ابوك كان عم يتدخل بكل تفصيل بعلاقتنا؟ اوه هلا بدها ترجع تعدلي الاسطوانه من اول وجديد، ابي حب امها وامها مدري شو صار لها ونحن خربت علاقتنا من ورا. ياسمين نحن خلصنا، بتفهمي؟ روينا بقى. طيب اوكي ماشي، بس الكلام اللي عم اقول لك اياه عن سيد الوالد ما في اثنين بيختلفوا عليه، لانه هذا الشيء ما بيصير. يا ستي لا اثنين ولا ثلاثه ولا 15. باي. تصدقي انه هيك شيء كان كثير مخوفني بس خوفك؟ خوفني. ما عم بقدر اتخيل انه امي انا تكون على علاقه مع حدا تاني. بقصد قبل بابا الله يرحمه. ليش لحتى يخوفك؟ ما كل الناس عندهم علاقات. الا امي. ليش امك غير كل النسوان؟ عايشه في كوكب تاني؟ صعب. اي شاب يحط حاله مكاني ما حدا بيقبل على حاله. يمكن لو كان أصغر من عمرك إيه، بس أنت بهالعمر يعني مو طبيعي ما تستوعب هيك علاقات. قصدك أوديب؟ ما أنا هاد اللي مستغربته وأنت قلتها. قبل ما تستغربي شي، هذا فادي تبع الصورة لساته عايش؟ يعني ممكن يصير شي لبعدين؟ سيزار شبك؟ شو صار لك؟ أمي أنا في براسي هلا مليون سؤال ما عم بقدر جاوب عليهم. أنا حكيت لك مشان ترتاح ومشان تتعقد أكتر. أنت ريحتيني من جهة وكركبتيني من 20 جهة. شو بيضمن لك بكرة مرتك ما يكون عندها 20 علاقة قبلك وما زبط معها غيرك؟ شو بتعمل وقتها؟ ما بعرف. حسب. حسب شو؟ حسب سمعتها ولا حسب صدقها ولا حسب قدرتك على أنك تثق فيها أو تشك فيها؟ يعني أنا إذا حبيتها حبيتها ممكن سامح. سامحها على شو؟ فكر فيها.